إذا اتكلمنا النهاردة برضو عن مشكلات الأعفان، هل أنت بتعاني من مشاكل أعفان جذور؟ لا هو بالنسبة للشتل احنا أول ما بنشتل بنجيب الروزوليكس والحاجات اللي هي العفن بنسقي بيها الزرع أول ما بنشتل، فطولة ما أنت ماشي بالري كويس فخلاص ما بيجيلكش عفن. طبعا الروزوليكس ومضادات الفطريات لها طرق يعني استخدام كتير جدا، احيانا بنحتاج ان احنا نرشها على الاوراق عشان نتلافى مشاكل الفطريات على الاوراق، واحيانا ممكن نحطها في السمادات، واحيانا مضطرين ان احنا نسقيها تسقايه في النبات، وده برضو هنعرف امتى الروزوليكس والحاجات دي نرشها وامتى نحطها في السماده وامتى نسقيها تسقايه على الاخر جزء في الجذع المقترب من التربه، يعني يطلع من التربه كده 5 سم هنسقي ايه الحاله دي، برضو هتكون معاكم المعلومه ان شاء الله في اخر فقره من فقراتنا النهارده. طيب انتوا اتكلمتوا برضو عن مشاكل بتعانوا منها، تشوهات الساق نفسها او بيحصل نوع من انواع يعني قول لي بس مظاهر المشكله دي ايه؟ ديت بيحصل زي تحزيز كده في الشايره من فوق، يعني التحزيز اللي بيبقى من تحت ده بنبقى عارفينه مثلا عفن او مثلا سبله جايه جنب الشجره او اي حاجه، لكن اللي فوق ده احنا اول مره نشوفه، ده ما تعرفش ده دوده ما تعرفش ده عفن، مش واصلين له لحل. يعني ايه التحزيزه ديت او الاكلان اللي بيبقى من تحت ده معروف مثلا عفن او مثلا من السباخه او اي حاجه، لكن اللي فوق ده احنا اول مره نشوفه. ده بيبقى فوق التربه على طول؟ لا اللي فوق التربه ده معروف مثلا معروف عفن او مثلا بيجي من تبقى جاي من المشتل من البطمس اللي بيبقى في الصينيه نفسها هيزود لنا الانتاج. طبعا واحنا داخلين الارض النهارده يعني شفنا صديقنا المزارع ماسك السبله سبله الكتكوت وبيفردها على الخط، وطبعا الراجل طبعا يعني بخبرته قال ان احنا نبعد عن الساق حوالي 3 سم او 4 سم، نبعد عن سبله الكتكوت عشان الجذر ما تلسعش. دي معلومه صحيحه 100% ان انا افرد السبله بعيد عن جذع النبات بتاعي او الساق بتاعته، لان ده فعلا بيحرق الجذر. دي معلومه سليمه، لكن لقيت اسلام يعني انفعل جدا واللي بيحصل ده غلط. انا قلت يعني مستغرب ازاي، يعني الراجل اهو بيرش بي 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 بيفرد السبله بتاعته مظبوط وبعيد عن الجدر اهو مش هيحرق الجدر، امال ايه الغلط فين؟ فلقيتك انفعلت جدا يا اسلام، فهمني بقى سبب انفعالك لما شفت يعني المشهد اللي احنا شفناه واحنا داخلين الارض. تمام، هو انا سمعت كلامه فعلا، هو الموضوع مش ظاهر قدامه المرض، هو برضه اللي ظاهر قدامه اعراض المرض. انا اللي انفعلت سبب واحد، المشكله دي بتقابلني بقالي حوالي 3 سنين. السبله اللي بتيجي يا جماعه غير معامله، واوقات ناس كمان بتجيب السبله بلدي، يعني بتجيب السبله طازه لسه يعني. لسه، فهو السبل الكتكوت او البولت اللي بيحطوه او السبله البلدي، المشكله انها غير معامله. يعني ايه غير معامله؟ يعني السبله ديت باي حال من الاحوال لازم تحتوي على رطوبه. الفطر بينمو في الجو الرطب، اي فطر بينمو في الجو الرطب، مجرد ما بينزل عليه الميه في اول تسميد او اول سقيه بينشط، بيبدا ينشط ويبدا يديني الخناق اللي بيسميه الفلاح الخناق، خلينا نتكلم ببساطه، او يسميه فطر الفيوزاريوم. فطر الفيوزاريوم هو موجود، وموجود في اي سبله موجوده في الاراضي، لكن المشكله ان هو بيبقى موجود خامل. امتى بينشط؟ لما بينزل عليه الميه او الرطوبه، بيبدا ينشط وبيبدا ينخر 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 في الجدر، وبعد كده الساق، وبعد كده يبدا تصفر الشتله وتنزل. اصفرار الشتله ده بياخد فتره الفلاح بيرش فيها كل ما تتخيله، بيرش فيها نقص العناصر واصفرار الاوراق، بيرش فيها للحلم وعلى اساس ان هو دوت اللي عامل المشكله، وبيرش فيها للاكاروسات وبيرش فيها وهكذا، بيبدا يصرف مع ان السبب الرئيسي ببلاش. السبب الرئيسي ان هو طب ايه الغلطه بقى في اللي الراجل عمله؟ انا شايف راجل بيفرد سبله الكتكوت وبيحط عليها تراب وقال لك حروي زي الفل. انا نفسي بقى تفرد ده وتسيبه متعرض لدرجه حراره الشمس من اسبوع ل 10 ايام، مش هتخسر حاجه خالص، هتسيبه متعرض بس، لا هتزود عليه اضافات ولا هتعمل له اي حاجه. زي ما هو اتكلم في الفقره اللي فاتت وقال يا جماعه انا بحط روزوليكس وبحط ان كان اوكسكلور نحاس او بحط المبيد الفطري، طب وانا كده كده بحط المبيد الفطري، لكن انا بسمده في السماده او برشه. يا جماعه هو ده لا فطر لا اصابه فطريه ولا ده عفن جدر، ده فطر اسمه فطر الفيوزاريوم، والمسكن الرئيسي ليه هي فتره هي 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 مكان انتقاله من التربه للنمو الخضري او للساق. يعني نفهم من كده ان الاصابه دايما بتكون في اول 5 سم من الساق، اول 2 3 سم من بدايه التربه بتلاقي فيها الحد اللي هو فطر الفيوزاريوم. فدي لو انا رشيت يعني اعفان جذور هو لو مش سميت في جدر، اعفان جدر ده مش جدر، ده مش جدر. عفان جدر ولو رشيت فوق مش هتوصل للرش. الله ينور عليك. او ده مش بياض او ندو عشان ارشه للعفن. تمام، انما المشكله يعني الرش دايما بيكون البياض والندوه الحاجات اللي فوق الوش على الورقه. تمام، واعفان الجذور للجدر، انما المنطقه بتاعت الساق دي صحيح يعني محيره جدا. طب دي ايه بقى المنطقه دي بتعمل ايه؟ المنطقه دي انا بقعد اسند
بقعد اسمد بقعد اسمد، سواء نترات سواء ملح سواء يوريا سواء سوبر سواء عشرينات تسعتاشرات، والراجل قدامه الكميه اللي هو بيحطها مش جايبه النتيجه اللي هو عايزها، يفضل دايما يتسائل ويقول للمحل او يقول للتاجر يا باشا انت الحاجه بتاعتك مش قد كده يا باشا. انت هو 90% من النتيجه هي الاستخدام، طريقه الاستخدام ده 90% من النتيجه، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي بالنسبه للمكافحه. لكن بتكلم عن التسميد، ان انا لما برمي ده كله في الارض هي موجوده، هي فلوسك ما راحتش، لكن انا عايزه حاجه تفتح لي وتجر لي كل العناصر اللي انا عمال اسمدها في التربه ادخلها في صوره ميسره للنبات. ده اللي بيعمله المنشطات الجدر، وده اللي بيعمله العشرينات والتسعتاشرات. طب احنا قلنا بقى في الاصابه اللي لكن قبل الوصله دي بين الجدر وبين مين هيراقيها؟ الحل في كلمه ونص، هتجيب 300 جرام روزوليكس، 300 جرام اوكسوكلور نحاس، 300 جرام توبسين، تاني 300 جرام روزوليكس، 300 جرام توبسين، 300 جرام اوكسوكلور نحاس، وتحطهم في برميل 200 لتر ميه، وتقسمهم على 10 رشاشات، وتشيل البشبور وتسقي، لا تسمد ولا ترش، وبعدهم على طول، بعدهم على طول، لازم تحط للفدان 2.5 لتر بيفوت ماكس، بأي حال من الأحوال. ليه؟ دايما بعد الاصابه وبعد الاجهاد محتاج حاجه تنفض لي كل الموضوع او التاخير في النمو، يعني زي اللي تعب كده فبيديله فرخه بقى كده عشان يرم عظمه، يرم عظمه بقى بعد الاصابه. تمام. عشان ارم عظم النبات محتاج حاجه من النبات، لان تعرف الدي ان ايه بتاع المركب اللي بحطه لازم يبقى هو الدي ان ايه بتاع النبات عشان يخش النبات في ساعه. ايه اللي بيوفر لي الحدوته دي كلها؟ مركب البيفوت ماكس، ماده عضويه 50% من النبات، وبتروح للنبات في صوره ميسره جدا. فانا بعد العلاج تسقية زي ما اتفقنا. طيب خلينا تاني كارين نعيد الوصفه تاني ورقه وقلم بقى ونكتب كده. دي هي مشكله عفان فطر الفروزاريوم اللي بتظهر على اول اثنين الخناق. طبعًا. اللي بيظهر على اول 2 سم من الساق قريبين من التربه. طبعًا. نتيجه يعني الـ 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 المصيبه اللي احنا عملناها ان احنا حطينا السبله من غير ما نهويها اسبوع على الاقل، من غير ما نقتل الفطر. طبعا السبله فيها نسبه رطوبه، يعني ازاي بقى هنسقي؟ قلنا هنحط الخلطه اللي هي 300 جرام روزوليكس. أيوة. 300 جرام اوكسكلور نحاس، 300 جرام مونكات او توبسين ايا كان منهم اللي موجود. جميل. على 200 لتر ميه ونقسمها على 10 رشاشات ونشيل البشبوري ونسقي. طيب. او نضيق الفونيو على الاخر ونسقي. طيب نسقي دي معناها يا جماعه ان احنا هنجيب البشبوري بتاعنا، طبعا احنا شايلين البشبوري اللي بيعمل الرذاذ ده، وهنبتدي كده يعني لو قلنا ان دي التربه هنا اهو وده اول 2 سم في النبات، فانا هبتدي بس يعني اسقي كده نقط بحيث انها تسيل على الجزء او اخر 5 سم في الساق، وبالتالي كده ابقى تخلصت كده من المشكله. بالظبط. وممكن اقي نفسي منها اساسا بان انا افرد السبله لمده اسبوع على الاقل، او ان انا اجيب حصيره كبيره جدا وافرد السبله بتاعتي. لو يعني الناس اللي عايزه تشتغل بقى بطريقه ان هي تفرد السبله تهيل التراب وتروي على طول مفيش مشاكل، بس يبقى هات السبله بتاعتك على حصر بلاستيك او على مشمع بلاستيك وافردها بسمك 5 سم وعرضها للشمس على الاقل لمده اسبوع عشان اتخلص من الرطوبه اللي فيها واتخلص على اكبر قدر ممكن من الفطريات. عندك الحراره بتشيل الرطوبه رقم واحد، الاشعه فوق البنفسجيه او الالترا فايلوت دي كمان ليها قدره على قتل البكتيريا والفطريات اللي هي بتسبب لي مشاكل فيما بعد. يبقى يفرد السبله بتاعتي الاول قبلها باسبوع على سمك 5 سم او 3 سم بالكتير على مساحه ما عنديش المساحه دي، يبقى افردها عادي في الخطوط اللي انا هزرع فيها وافضل كاشفها للشمس الاسبوع، وبعد كده ابقى اهيل عليها التراب وابتدي عمليه الري. طب هل لو هو زرع من غير ما يعمل الكلام ده هل مش هيجيب انتاج؟ لا هيجيب انتاج ضعيف، بس دوره الاعفان اللي انت هتحطها هتتكلف كام؟ مشكلتنا في الزراعه يا جماعه ان انا عايز اكلف تكلفه بسيطه واجيب انتاج عالي. صحيح. بس هو ده الغرض بالنسبه لي، فانا دوره الاعفان هتاخد مني فلوس كتير جدا، وهبدا احصن كل اسبوع او كل 10 ايام كل ده بمصاريف وكل ده بتكلفه من الزرع، وهي غلطه بس، وهي حاجه بسيطه مش هتكلفك اي طب حاجه. طب خليني اسالك سؤال يا اسلام برضو، يعني انا شايف الراجل لما كان بيفرد السبله بتاعته بيفرد السبله بتاعته جنب الساق، تمام، وفي الاخر هيغطي الساق، تمام، ففي اللحظه دي يعني هل وجود السبله الغير مغطاه تحت الصوابات ده مش هيخليها برضو تحتفظ بنسبه من الرطوبه؟ طبعا هو هي مش مكشوفه للهواء، تمام، هي مكشوفه بس صحيح بس متغطيه برضو بال، انا مش مشكلتي في السبله، انا مشكلتي في الفطر اللي جوه السبله. فالفطر اللي جوه السبله ده بقتله بدرجه حراره الشمس، خلاص شكرا. يعني درجه حراره الشمس حتى اللي هي من تحت البلاستيك هيموت؟ هو مش هيحط البلاستيك الا لما يفرد. يعني طب كويس، يعني هو هيفرد، يعني النبات بتاعي هيفضل اسبوع عريان صح كده؟ وبعد كده اغطي البلاستيك او يفردهم قبل الزراعه، او يفردهم قبل الزراعه، ما عنديش مشكله خالص، او يفردهم قبل الزراعه، او يفردوا قبل الزراعه برضو، دي فكره كويسه، وقت او يفردوا بره، او يفردوا بره خالص، انا ما عنديش مشكله. اها، انا ما عنديش مشكله خالص. اهم حاجه ان انا اقتل الفطر اللي موجود، لان ده قابلنا وبدانا نصرف كتير جدا. ده انا اعتقد النهارده احنا لو فردنا السبله
وغطينا الصوبه وخليناه اسبوع وبعد كده هلنا على التراب، هي نفس المشكله برضه. ما انا خلقت رطوبه، خلقت رطوبه ثانيه، ده ازيد، ده انا ده انا شجعت بقى الفطر. ما ده تنفس، ما النبات بيتنفس. كل ده بيتعمل عن طريق يعني الناس اللي هتفرد السبله، هتفرد السبله في الخط، ما تغطيش السبله الا بعد اسبوع من جفاف السبله. طبعًا. وبعد كده ابتدي اغطي. طب انا عايز افرد واغطي على طول، يبقى افرد السبله بتاعتك قبليها باسبوع بره على حصره ولا على بلاستيك بسمك 3 سم عرضها للشمس لمده اسبوع. طب الحل اللي هو لا ده ولا ده، اعمل ايه؟ ان انا افرد السبله بتاعتي واجففها قبل الزراعه خالص وقبل ما اغطي خالص، وراح دماغي بقى من الموضوع ده خالص كده زي الفل. طيب نرجع بقى نستكمل مشكلاتنا. لا خلينا نخلص المشكلات بتاعتنا وبعد كده نتكلم في